النجم العربي والتونسي صابر الرباعي، اهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا سي صابر، نحن اليوم موجودين باطلاق البوم الموسيقي خليل ابو عباد، خبرنا قديش بيعني لك هذا الايفنت. طبعا الالتقاء دائما مع فنانين موسيقيين وصحافه وزملاء طبعا ممتع، خصوصا في مناسبات مثل هذه اللي هي ولاده سي دي جديد لفنان انا شخصيا نحترمه، نتمنى انه يكمل ونتمنى انه يواظب على نفس العطاء والنشاط، لانه اللي عم نسمعه اليوم جميل وراقي ونحتاجه اليوم في الموسيقى بصفه عامه. سي صابر، الجمهور رح يشتاق لك، انت رح تشتاق للبرنامج؟ انا جدا، صدقني 3 شهور كل جمعه كل يوم جمعه نلتقي معهم بحب باهتمام بمتابعة دقيقة جدا منهم. أنا شخصيا مشتاق اليوم، ابتدى الاشتياق للسيزون الجاية من The Voice، لأنه إن شاء الله ما ينسوناش أكيد، وإن شاء الله على الأقل وصلنا الشيء اللي حبينا عليه، هو وصلنا أصوات، أعطيناهم خبرتنا، أعطيناهم بعض من يعني نصايح أخذوها بعين الاعتبار، طريقة أداء كل واحد باجتهاده حاول يوصل ويقنع الناس، وأكيد الأربع الأصوات اللي فضلوا في الآخر أقنعوا الناس وحبوهم الناس وصاروا نجوم أوريدي، يعني صاروا نجوم، فنتمنى أنه يكملوا حتى اللي ما يخطش The Voice أو اللي حتى اللي طلعوا قبل النهائي، نتمنى أنه يكملوا، ولأنه هاي مرحلة ولازم يكملوا عليها، يبنيوا عليها آمالهم ويبنيوا عليها طموحاتهم. سي صابر، آخر ألبوم لإلك صدر عام 2011، أي مطرة في تصوير في فيديو كليب جديد، في عمل جديد، أغنية سينجل؟ في سي دي، في مجموعة أغاني خليجية، وفي سي دي كذلك مجموعة من الأغاني المختلفة المتنوعة، وأكيد 2013 مش يكون زاخر بالأعمال، ما ننكرش أنه The Voice خذا وقت بصراحة، يعني احنا من جوليا شهر 7 ونصور وكنا متجندين للحدث لآخر ديسمبر، فتخيل يعني فترة متاع 4 أو 5 شهور تحضير، وكان ضغط علينا أكيد، أنه اليوم بعد النهائي مش نتفرغ لنفسي شوي لصابر الفنان، وبعدين نرجع نحكي في الموضوع أكثر. يعني صابر، لمين بتقول ما تبكيش؟ هيدي الأغنية اللي كسرت الدنيا رغم أنها تونسية بلبنان وبكل دول العالم. ما تبكيش للكل أم فقدت ابنها، لكل أب فقد ولده، لكل يعني إنسان حزين على وضع بلده. أنا ياريت أنه الناس ما تبكيش، ياريت أنه الناس يبقى عندها أمل في الحياة، بلداننا العربية إن شاء الله 2013 تكون مرتاحة أحسن من 2012، لأنه نحتاج إلى استقرار حتى نكمل الحياة، وحتى يطلعوا ولادنا ونكمل ولادنا ياخذوا المشعل منا إن شاء الله. بس سؤال أخير قبل ما أكون معك بكلمة أخيرة لإلك، هل أنت مستمر مع شركة روتانا؟ أنا عندي، ما زال عندي معهم سي دي وفقط، يعني نكمل السي دي هذا المتنوع إن شاء الله. من بعد رح تغادر شركة روتانا؟ لكل حدث من حديث. سي صابر، كلمة أخيرة لكل متابعينك عبر موقع ميوزك نيشن، شو بتقول لهم اليوم؟ نحب نوجه لهم تحية طبعا، يعني إن شاء الله يكونوا دائما بالاستماع، دائما متابعين أوفياء لأعمالي، ونتمنى أن يكونوا بخير، وإن شاء الله 2013 تكون خير عليهم إن شاء الله. انت حبيبك كان